دوري أبطال إفريقيا دور المجموعتين، المجموعة الثانية والجولة الثانية. البداية جاءت في أولى الدقائق بهذه الكيفية لمصلحة فريق أهلي بنغازي. ساد دومبا يفتتح باب التسجيل ومرة أخرى الكرة في منتهى الخطورة. فرج عبد الحفيظ، فرج مبارك يسجل الهدف الثاني، وتشتعل الفرحة من جديد في ملعب الطيب لمارق. مسلسل أخطاء لا ينتهي من مدافعي الإسبرانس، مسلسل أخطاء مستمر من بداية دوري المجموعات، من المباراة الماضية، من مباراة وفاق سطيف، وتتواصل في هذه المباراة. مهارة رائعة جدا من فرج عبد الحفيظ. فرج يجد باب الفرج، والصبر مفتاح الفرج، وفرج يفتح الباب الآن أمام الأهلي الليبي لانتصار كبير ومهم. شوف الكرة رايحة فين، في زاوية صعبة جدا، ويدوب بين يد الحارس معز بن شريفية والقائم. تعود من جديد للأمام، والهجمة المرتدة للترجي، وتمريرة بينية جميلة جدا، وهذه الانطلاقة عكايشي، عكايشي، عكايشي يعيد الترجي إلى المباراة. العكايشي يعكش الفوز، الآن يسجل هدف العودة للنادي الترجي، ويفرح أنصار ومحب الترجي في ملعب الطيب لميري، ويعود سريعا يضع الكرة في دائرة المنتصف. ادي الجمهور القليل، بقول لكم جمهور الترجي قليل، الجمهور اللي بيحضر المباراة بشكل عام بصفة عامة هو جمهور قليل، ولكن كل يغني على ليلى، كل يفرح بأهداف فريقه. جمهور ممكن يبقى فيها خطورة، لعبت الكرة إلى سادومبا، ومرة أخرى يمر بمهارة. يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي، ناويها النادي الأهلي، ناويها، ناوي على الفوز، ناوي على التألق، على الانتصار. أهداف مبكرة وهدف متأخر يمنح الفوز للنادي الأهلي في هذا الشوط. هجمة مرتدة روعة روعة، شوف الهجمة، مرت الكرة من الجميع، وسط مشاهدة، وسط فرجة من دفاع الترجي، تمر الكرة ويجدها النيجيري، من الزيمبابوي إلى النيجيري، من سادومبا إلى موزيس أوركوما، يسجل الهدف الثالث قبل أن ينتهي الشوط بثواني قليلة. لكن بعيد، خرجت الكرة، عدد من جديد للترجي، أمامية يانيف يلعبها إلى عكايشي، القوة الهجومية للترجي. جول للدراجي، أسامة، أسامة، أسامة يجد الطريق إلى المرمى الليبي ويسجل الهدف الثاني، ويعيد الأمل للترجي بقوة في هذه الدقائق الأخيرة الحاسمة من هذه المباراة. أسامة دراجي، قلت لكم على الأقل الشوط الثاني سيكون فيه على الأقل هدف، على الأقل هدف. جاء الهدف بالفعل في الدقيقة 78 تقريبا من المباراة، صناعة أحمد عكايشي، عكايشي ينجح في عكش الهدف الأول ثم يعكش هدف آخر، أهو يصنع الهدف الثاني لأسامة دراجي، ويعود الترجي في المباراة بقوة، ويعود الأمل من جديد لنادي باب سويقة للترجي.